مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. لكن قبل ان نبدأ الحلقة ندعكم مع ابرز محاورها. مواجهة منتظرة بين برشلونة ومانشستر يونايتد في ربع نهائي تشامبيونز ليج. أرسنال يصعد للمركز الثالث في البريمير ليج بتغلبه على واتفورد. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الجيش والوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا من الحدث الأبرز، دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث انطلقت قبل قليل مباراة إياب الدور ربع النهائي للبطولة بإقامة لقائين يجمع الأول بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الكامب نو، فيما يستقبل جوفانتوس الإيطالي أجاكس أمستردام الهولندي بالمباراة الثانية. لنشاهد التقرير التالي ومن ثم نعود للحوار. بعد أن عزز صدارته للدوري الإسباني وبات قريبا من التتويج بلقبه 26 في تاريخه والثاني على التوالي، يتطلع برشلونة بطل إسبانيا لمواصلة تفوقه على نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد عندما يستقبله في أرضية ميدانه كامب نو في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ومن المرجح أن يكون النادي الكتالوني في أتم الجاهزية الفنية والمعنوية، خاصة بعدما تعمد المدير الفني أرنستو فالفيردي إراحة أغلب نجوم الفريق وفي مقدمتهم ليونيل ميسي في مباراة الفريق مع أويسكا بالدوري المحلي. ويمتلك البلوغرانا عدة خيارات للعبور إلى الدور قبل النهائي للمسابقة، ففوزه أو حتى تعادله بأي نتيجة يضعانه في الدور المقبل، أما خسارته فستجعله أمام حسابات معقدة. في المقابل لا يملك الشياطين الحمر سوى خيار الفوز بالمباراة وبعدد وافر من الأهداف أكثر مما سجله نظيره الإسباني في ملعبه حتى يصعد لقبل نهائي البطولة للمرة الأولى بعد 8 سنوات عجاف، وبالتحديد منذ موسم 2010-2011. وكان المان يونايتد قد حقق فوزا غير مقنعا على ويستهام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز في طريق عداده المواجهة المصيرية في المسابقة الأوروبية. وسيسعى الفريق الإنجليزي لتحقيق الانتصار على الفريق الإسباني وبلوغ نصف نهائي تشامبيونز ليج بعد غياب طويل نسبيا عن أمجد البطولات الأوروبية. وفي مباراة أخرى يرحل أجاكس أمستردام الهولندي للأراضي الإيطالية وبالتحديد إلى تورينو ليحل في ضيافة جوفنتوس على أرضية ملعب أليانس ستاديوم. وسيسعى البيانكونيري بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الانتصار وبلوغ نصف نهائي تشامبيونز ليج في مواجهة لن تقبل القسمة على 2. من جهتي يرغب الضيف الهولندي والذي بلغ الدور ربع النهائي على حساب فارس البطولة القارية ريال مدريد، فيريد الاستمرار بتألقه في المسابقة وتخطي الفريق الإيطالي وبلوغ الدور التالي متسلحا بعنفوان لاعبيه الشباب الممزوج بعامل الخبرة. نعم مشاهدنا الكرام، للحديث أكثر عن ملفي الكرة الأوروبية هذه الليلة ينضم إلينا من سويسرا الكابتن دانيال مرجان محلل رياضي. مساء الخير كابتن دانيال. مساء الخير كابتن سومر، أهلا وسهلا، منورنا على قناة اليوم كابتن. شكرا، شكرا جزيلا. نعم كابتن، طبعا مواجهات إياب الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليج انطلقت قبل قليل بإقامة لقاءين، لقاء يجمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد ولقاء يجمع بين جوفنتوس وأجاكس. خلينا نبلش كابتن دانيال بمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، مباراة الحقيقة لن تكون سهلة أبدا على الشياطين الحمر. أكيد. نعم قراءتك للمباراة كابتن. مباراة صعبة طبعا، أكيد برشلونة على أرضه من الفرق الصعبة جدا، يعني مستحيل أنت تروح الكامب نيو تأخذ
نقطة مثلا صارت هالموسم بالدوري الإسباني، نادرا صارت هالشيء. فبرشلونة هو فريق يحب يلعب على الأرض ويحب يلعب قدام جمهور، وناهيك عن النجوم وعن ميسي وعن سواريز، المدافعين، ترابط الخطوط، اللاعبين الجداد اللي دخلوا على الفريق، هذا كله شيء إيجابي لبرشلونة. يعني الكفة ترجح برشلونة طبعا، ربحان 1-0 بمانشستر، واليوم يعني بس اللي يكفيه تعادل بأي نتيجة مثلا. نعم يعني نعم كابتن دانيال، طبعا برشلونة حقق انتصار مهم بأرض مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، والأهم من هذا كله كابتن دانيال، برشلونة لم يعني يتجاوز الدور ربع النهائي منذ موسم 2014-2015 عندما فاز حينها على يعني عندما فاز باللقب في ذلك الحين على حساب جوفانتوس بثلاثة أهداف لهدف. إذا برشلونة متعطش في بلوغ الدور نصف النهائي كخطوة أولى خلينا نقول باتجاه اللقب. شيء طبيعي انه المجموعه الجديده، شكلوا مجموعه جديده من بعد ما راح انيستا وتسافي اللي كانوا ثقل كبير بالنص، وخاصه في المباريات اللي في دوري الابطال، يعني تركوا فراغ كبير. هلا عن جديد عم يعوض ارثر عم يعوض هالشيء، بوسكاس بعده هو بوسكاس، يعني هو عمود مثل ما تقول عمود الفقري لبرشلونه، هو نقطه الارتكاز. راكيتيتش ما هو يعني راكيتيتش وارثر ما هن انيستا وكسافي، اعتقد هذا هو السبب يلي اول شيء ابتعد كسافي، بعدين ابتعد انيستا يلي ما خلى برشلونه يصل لهالادوار المتقدمه. يعني كانت مجرد باص من كسافي خلص لعبه، مجرد انيستا راوغ او لف حول نفسه بالحركه المشهوره تبعه فتح الملعب. جديد عن جديد ارثر وراكيتيتش عم يعملوا شيء، لكن غير ستايل انيستا وكسافي اكيد. يعني انا اقول هذا السبب يلي خلى برشلونه بعيد انه يتاهل لادوار متقدمه في بطوله ابطال الدوري. يعني وجود اللاعب البرازيلي ارثر واللاعب الكرواتي راكيتيتش برايك يعني ما راح يقدروا يملأوا فراغ نجمين بحجم انيستا وكزافي؟ شيء اكيد يعني ستايل معين، حركه معينه، تفاهم كبير مع ميسي اللي كبر او دخل التشكيله وهن بالتشكيله. يعني انت صعب هلا ارتور يزبط مع ميسي يقدر يعمل شيء، فميسي عم يتجه ثنائياته اكثر مثلا للظهير الشمال البا، فهمت شلون؟ فعم يحاول، قبله اجى داني الفيس ممكن كان، بس بعد ما اكسافي راح انيستا راح، او خلينا نقول انيستا خف مستواه او كبر بالعمر، صار يتجه لالبا اكثر يعمل معه ثنائيات، اوقات سواريز. ف هو سبب اكيد رئيسي او اساسي لانه شوي خفض مستوى برشلونه، وميسي يعني ايد واحده مو تصفق، بس اوقات يصفق ميسي. يعني والله الحقيقه ميسي يعني بايد واحده وباصبع واحد وبكل اعضاء الجسد في صفق، يعني لاعب الحقيقه يعني من كوكب اخر خلينا نقول كابتن دانيال. طبعا كابتن دانيال، برشلونه بالمباراه الماضيه بالدوري الاسباني امام هويسكا قام فالفيردي بإراحة خلينا نقول جل نجوم الفريق استعدادا لهذه المباراة. يعني شيء طبيعي انه انت تريح افضل نجومك، ما في داعي لإصابة يعني مو مرغوب فيها او مو بوقتها، او حتى كان شد عضلي ممكن يأخره. يعني اللاعب المحترف شد عضلي ممكن يريحه اسبوعين او 10 ايام، فأكيد أكيد هذا اللي عمله فالفيردي شيء طبيعي جدا. في مدربين أو محللين يقول لك لا هو خلي يلعب مشان يضل بالفورمة، في لاعبين يضل بالفورمة، بس في لاعبين أنت بغنى إنه ينصاب، يعني مثل سواريز اشتراك بسيط ممكن ينصاب فأنت تفقده. فكانت فعلا حركة كويسة من فالفيردي إنه ريح الفريق، وحتى على حساب الدوري هو مرتاح بالدوري بشكل عام، يعني مو بحاجة انه يشارك افضل لعيبته لحتى يحصل نقاط او عنده منافسة بالدوري، فاكيد حركة كويسة من فالفيردي. طيب كابتن، خلينا شوي نتحدث ايضا عن مانشستر يونايتد اللي الحقيقه يعني خلينا نقول حقق فوز بشق الانفس بالمباراه الماضيه امام ويست هام بالبريمير ليج. الحقيقه فوز ما كان مرضي اطلاقا لجماهير فريق عريق بحجم مانشستر يونايتد وهو يواجه اليوم برشلونه على ارضه، يعني مباراه خلينا نقول صعبه جدا جدا على سولشاير ولاعبيه.
أكيد أكيد، يعني سولشاير هو من المدربين اللي واقعيين ومنطقيين، مثل ما حكى بالمؤتمر الصحفي إنه هو الزلمة واقعي، أنا عندي هدول اللاعبين أنا عملت إنجاز فيهم. بالدوري كانت إنه حظينا بطابتين وفوق بس سجلن، كان كويس الأداء. لكن اليوم هو كان عم يحكي بالمؤتمر الصحفي إنه في خطة جديدة بده يلعبها على برشلونة أو يطبقها على برشلونة، يعني ان شاء الله تكون نافعه. هو يعني من اسلوب الحكي تبعه كان يبين انه هو نوعا ما راضي وصوله لهذا المكان او لهذا الدور، فقال راح يطبق خطه جديده. ومثل ما عم نشوف لعب بلاعبين شباب، مثل ما انا بصراحه توقعت انه لاعبين تركض، يعني لينجر بالملعب. طيب كابتن داني، بهالنقطه اسمح لي قاطعك، يعني معقول الخطه الجديده هي راح تثمر عن ازاحه فريق بحجم برشلونه؟ شيء يعني مستبعد نوعا ما حسب المنطق. مستبعد نوعا ما، مثل ما حكينا بمباراة سان جيرمان، يعني نعم. بس الحكي يعني كان الموضوع كل شيء ممكن. تحصيل حاصل، خسروا 2-0 بأول ترافورد وروحوا جربوا. وكمان الصحفيين سألوه انه هل راح تستحضر ذكريات ال 99 بما انه انت سجلت هون الهدف الفوز اللي هو فوزكم بالابطال بال 99، فهو قال ما راح نستحضر 99، راح نستحضر شلون خسرنا اليوفي برا ارضنا وشلون خسرنا سان جيرمان برا ارضنا، يعني بما معناه انه راح نركض، راح نعطي كل اللي علينا. اللاعبين الشباب راح يكونوا بالفورمه ان شاء الله. هو قال نقصنا شغله واحده بس بالاولد ترافورد، كانت التركيز. وفعلا يعني لو توفق راشفورد بطابه من التسديدات اللي سددن كان ممكن 1-1 تخلص او ممكن 2-1 كمان، فهو واقعي جدا بحيث يقول لك اللاعبين عطوا اللاعبين. طيب كابتن تركيز. نعم كابتن دانيال، اسمح لي بالمقاطعه مشان نعطي يعني نسلط الضوء ايضا ولو قليلا على المباراه الثانيه اللي عم تجمع بين جوفانتوس واجاكس. مباراه الحقيقه مهمه لجوفانتوس بقياده نجمه الاول كريستيانو رونالدو، اللي عم يعني تعول جماهير جوفانتوس عليه لتجاوز اجاكس وحتى لاحراز البطوله. كابتن تماما، يعني يوفي على ارضه من الفرق الثقيله جدا الثقيله جدا. أليجري كل مباراه يجيب شيء جديد، كل مباراه يتصرف بشكل. مباراه اتلتيكو كانت مثال، يعني انه للرجعه القويه بقياده رونالدو. رونالدو كمان نقدر نقول هو حاله استثنائيه يعني، بس مع ذلك ما كان الكابتن، كان مرشح. والصحفيين سالوا لأليجري انه ممكن يكون رونالدو الكابتن، قال لا ممكن ديبالا، وبالفعل كان ديبالا نزل اليوم الكابتن. اياكس شفناه بمدريد يا شباب، فهو فريق لا يستهان به ابدا، فريق شاب يتحرك حلو، ينقل طابه حلو، ينهي حلو. عندك تاديتش من المميزين بالفريق، يعني ساهم 9 اهداف او 50% من اهداف الفريق تقريبا في السنه في دوري الابطال. ف نحن نحكي على العالم، تحكي على يونغ انه هو لاعب برشلونه وكذا، ففي اكثر من لاعب، هو مو لاعب، منظومه كامله. المدرب كان متفائل بالمؤتمر الصحفي، بس يبقى اليوفي بارضه ثقيل جدا، متماسك. لاعبين برغم انه مانزوكيتش ما راح يلعب، برغم انه في اكثر من لاعب ما راح يلعب، كليني مصاب طبعا. لكن جوفانتوس كابتن، يعني كابتن دانيال بقيادة الدون كريستيانو رونالدو قادر على قلب النتيجة كما قلبها أمام أتلتيكو مدريد. طبعا الوقت المخصص للتشامبيونز ليج انتهى كابتن داني، لو سمحت خليك معنا لننتقل للحديث عن الدوري الإنجليزي ولكن بعد الفاصل. ارتقى أرسنال للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصاره المهم خارج قواعده على واتفورد في ختام مباراة الجولة 34 للبطولة. فعلى أرضية ملعب فيكارج رود الخاص بنادي واتفورد، تمكن أرسنال من الخروج ب3 نقاط ثمينة بفوزه الثمين على صاحب الأرض بهدف دون رد، حمل توقيع هدافي الجابوني بيير أوباميانغ في الدقيقة 10، علما أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب نادي واتفورد تروي ديني في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول. وبفوزه صعد أرسنال للمركز الرابع على سلم ترتيب البريمير ليج بفارق الأهداف عن تشيلسي الخامس، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 46 نقطة في المركز
العشر. نعم كابتن دانيال، بالعودة لك مرة أخرى، أرسنال الحقيقة ارتقى للمركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه المهم على واتفورد بهدف دون رد. تماما كان بداية قوية من واتفورد، ضغط كبير ومتحمسين، والفريق قوي على أرضه. واتفورد من الفرق القوية على أرضه، يعني نعم. الفرق الإنجليزية على أرضه وبرا أرضه تعطي نفس الشيء، بس واتفورد عنده ميزة على أرضه، هو من الفرق الكويسة. غلط من الحارس فوستر، أوباميانج ياخذ هدف بعد الدقيقة مباشرة، كابتن الفريق داني اللي ممكن يصنع اللي ممكن يسجل ينطرد، ومع ذلك الفريق حافظ على الروح وظل يضغط وحاول أكثر من مرة، كان بالشوط الأول أو بالشوط الثاني بقيادة هيوز كان موجود، وجراي موجود، داكوري كان نشيط جدا، والحارس طبعا حارس أرسنال كان بالفورما، قدر ينقذ أكثر من طابة من الركلة مباشرة لهيوز، شال طابة حلو كثير. الشوط الثاني كان عادي جدا، مرتدات لواتفورد، يعني كان في طابة بالعارضة لمسينا دقيقة 61، حرمتها من هدف التعادل، يعني كان لازم تيجي الطابة هاي. بشكل عام رغم انه واتفورد خسر، بس ما تأثر بالترتيب لانه الاغلب خسر، يعني ليستر سيتي خسر، ولفرهامبتون خسر، ايفرتون خسر، اللي قدامه خسروا يعني، وقدامه بس بنقطة، يعني هي سوى 46 وقدامه ليستر 47، وعندك كمان ولفرهامبتون 47، ايفرتون نفس الشيء 46، فما اثر كثير الفرق الاربع خسروا اللي معه على الترتيب، هن فرق الوسط بشكل عام محافظين على هالمكان، ما اعتقد حدا منهم يصل للسادس، لانه يونايتد فير طبعا 8-9 نقط. ف يا كانت مباراه جميله امبارح، نقصها هدف لواتفورد. نعم فعلا كابتن دانيال، المنافسه على مراكز خلينا نقول الشامبيونز ليج في البريمير ليج هذا الموسم مشتعله، وحتى المنافسه على لقب مشتعله بين كل من ليفربول ومانشستر سيتي. طبعا ارسنال كابتن دانيال بانتصاره رفع رصيده ل 66 نقطه بالمركز الرابع بفارق الحقيقه نقطه واحده عن توتنهام الثالث، وبفارق يعني شوف اذا بتلاحظ معي كابتن دانيال الفرق بين مانشستر يونايتد اللي هو بيحتل المركز السادس ب 64 نقطه وتوتنهام الثالث برصيد 67 نقطه هو 3 نقاط فقط. تماما سقوط اي فريق، يعني اي الفريق الثاني بيحل محله، يعني لعبه كراسي موسيقيه. تماما يعني راح يصير تبادل مراكز اعتقد في هذه الجولات، وبالخصوص يعني يونايتد وتشيلسي مباريات نوعا ما اقوى، يونايتد راح يلعب مع السيتي وراح يلعب مع تشيلسي، ففي مواجهه مباشره. الاسهل برايي ارسنال اسهل مباريات عنده، اعتقد ممكن يكون الثالث لارسنال بعد ما عودنا دائما يكون الرابع، لكن انا اتوقع ارسنال يكون ثالث، توتنهام ومانشستر واحد منا الرابع. يعني انت استبعدت كابتن دانيال تشيلسي من المنافسه على مراكز الشامبيونز ليج؟ نوعا ما تشيلسي استبعدت. شو الاسباب؟ السبب كابتن؟ نعم، شو اسباب استبعادك لتشيلسي من احتلال احد المراكز المؤهله للتشامبيونز ليج؟ تشيلسي فريق قوي. تشيلسي فريق قوي، عنده ضد يونايتد راح تكون اكيد، يعني انا اتوقع 80% لليونايتد. تشيلسي بوجود يعني نجوم حلوين، مدرب حلو، لكن الفرق الانجليزيه خاصه في اخر جوله صعبة جدا، يعني ما تقدر انت يجيك الترتيب 20 يلي هو اوريدي هابط يلعب ضدك يخسرك نقطة. هي حلاوة البريمير ليج بهي الشغلة كابتن دانيال، انه يعني متذيد الترتيب قادر انه يخسر المتصدر دائما. تمام، حلاوة البريمير ليج بهالشغلة هي يعني. تماما يعني هذا الشيء انا باعتبار هذا الشيء وعلى هذا المقياس ليفربول هو البطل، يعني باعتبار الفرق الهابطه ومع مين راح تلعب. السيتي عم يلعب مع توتنهام بارضه، اوكي، يونايتد وبيرنلي صعب برا ارضه، فمبارتين اذا جاب منهم يعني سته هو بطل السيتي، لكن يونايتد وبيرنلي راح يحددوا، واخر لعبه مع برايتون اللي مهدد بالهبوط نوعا ما،
رح تكون صعبه لانه برا ارض السيتي عم يلعب مع برايتون يلي ما عنده شيء يخسره، او بالاحرى لا يخسر انه يهبط على الشامبيونز على الشامبيون شيب. ف اشوف طريق ليفربول اهون ضد كارديف يلي شبه هابط، ضد هدرسفيلد يلي اوريدي هبط، نيوكاسل يعني فريق عادي جدا. يعني برايك كابتن دانيال طريق ليفربول للتتويج باللقب اسهل من طريق مانشستر سيتي؟ تمام، برايي الشخصي ليفربول بطل، اخر لعبه على ارضه مع ولفرهامبتون اكيد راح تكون احتفاليه حلوه. نعم كابتن، طبعا مانشستر سيتي سيلتقي بالجولة المقبلة نادي توتنهام اللي هو من الأندية الحقيقة القوية في البريمير ليج، سواء في البريمير ليج أو حتى في تشامبيونز ليج. طبعا سيلتقي أيضا معه في يوم الغد في التشامبيونز ليج، يعني 4 أيام حاسمة بمسيرة غوارديولا وفريقه. تماما يعني توتنهام راح يحدد نوعا ما هويه البطل وهويه اذا السيتي راح يمشي لقدام او يكون من المتوجين بالابطال. نعم كابتن دانيال مرجان، الحقيقه كنا سعيدين جدا بتواجدك معنا، المحلل الرياضي الكابتن دانيال مرجان من سويسرا. طبعا سنلتقي معك بحلقات اخرى، شكرا جزيلا لك. والان مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل للملف الاخير بحلقه اليوم، ولكن بعد الفاصل. حافظ نادي الجيش السوري على صدارته للمجموعة الأولى ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رغم تعادله مع الوحدات الأردني بهدف لهدف ضمن مباراة الجولة الرابعة. ففي المباراة التي استضافها استاد الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمان، وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح الجيش باب التسجيل بحلول الدقيقة 54 بواسطة باسل مصطفى، وقبل 4 دقائق من النهاية عدل حسن عبد الفتاح النتيجة لأصحاب الأرض لتنتهي المباراة بالتعادل. وبهذه النتيجة حافظ الجيش على صدارته للمجموعة رافعا رصيده ل8 نقاط، فيما أصبح رصيد الوحدات 7 نقاط في المركز الثاني. وفي المجموعة الثانية تكبد نادي الاتحاد خسارته الثالثة على التوالي بسقوطه أمام الجزيرة الأردني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليرفع الفريق الأردني رصيده ل10 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن الكويت الكويتي الفائز بدوره على النجم البحريني بهدفين لهدف، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير. نعم مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ينضم إلينا من العاصمة العمانية مسقط الكابتن عساف خليفة لاعب منتخب سوريا سابقا. مساء الخير كابتن عساف. مساء النور يا هلا، أهلا وسهلا فيك، الله يخليك يا رب، وبرحب فيكم كل المتابعين للبرنامج الشيق طبعا. اهلا وسهلا فيك كابتن عساف. كابتن عساف، طبعا الوحدات الجيش السوري تعادل مع الوحدات الاردني بهدف لهدف في المباراه اللي اقيمت في العاصمه الاردنيه عمان، قراءتك للمباراه كابتن عساف؟ هلا اول شغله بدي اقول انه يعني بدنا نشكر فريق الجيش وكان فريق الاتحاد على مشاركتهم بهالبطوله هي، وعلى يعني على الأداء اللي عم يقدموه من خلال هالبطولة هاي. يعني أنا بقول البطولة الاتحاد الآسيوي هلا صارت يعني من أهم البطولات اللي عم تهتم فيها الأندية العربية، لأنك مثل ما تعرف أستاذ إنه صار إلى جوائز كبيرة، يعني الفائز فيها عم يأخذ 1.5 مليون دولار، حتى صاحب المركز الثاني بيأخذ 500 ألف دولار. لهيك بتلاقي الأندية العربية عم تهتم بهاللاعبين وعم تهتم باللاعبين الأجانب وعم تهتم بالبطولة بشكل رئيسي. نحن يعني إذا بدنا نقول عن نادي الاتحاد مشاركته أو نادي الجيش، لما نحكي تفصيليا على لعبة الجيش، بقول نادي الاتحاد يعني مشاركته بهالبطولة يعني هو جديد على هالبطولة، صحيح السابق وأحرز بطولة بس هو صار له 2 3 سنين بالدوري السوري كان وضعه شوي ما كان منيح. نحن ما ننسى أنه الفرق السورية يعني بالذات عم تعاني يعني من شغلتين، أول شغلة ما عم تلعب لها على أرضها، عم تخسر سلاح الأرض، عم تخسر سلاح الجمهور، والأهم من هالشغلتين هي اللاعب الأجنبي. يعني اللاعب الأجنبي نحن مع الفرق السورية عم نشارك بدون لاعب أجنبي، وهذا يعني عم يأثر كتير على أدائه. وبقول شغلة واحدة إنه الجيش والوحدة يعني مع احترام لكل الأندية السورية هن الفريقين اللي قادرين إنه يمثلوا سوريا أفضل تمثيل. ليش؟ لأنهم بيملكوا يعني هنا بيطبقوا شبه يعني تقريبا للاحتراف أقرب من الأندية الباقية السورية،
ليش؟ لانه يعني بيملكوا، يعني كل نادي عنده 22 23 لاعب من لاعبين المنتخب السوري، ان كان بالمنتخب الاول او حتى بالمنتخب الاولمبي، او حتى كانوا لاعبين ساقين بالمنتخب السوري، قادرين انه يسدوا فراغ اي لاعب انه في حال غيابه. احنا شفنا نادي الاتحاد يعني بيملك 13 14 لاعب، اي غياب اي لاعب عم يترك فجوة بالفريق وعم يبين في انه في نقص او في طيب عدم كابتن تكامل عساف بالفريق. اسمح لي بهالنقطة قاطعك نعم كابتن عساف، يعني فريق مثل الاتحاد تفضل. بنتذكر بال 2010 نعم أخذ بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، الحقيقة يجب على إدارة النادي أن تعد العدة للمشاركة بهذه البطولة من خلال تجهيز ما لا يقل عن 20 إلى 23 لاعبا جاهزون للبطولة، يعني مو معقول الاتحاد بيدخل على تمام البطولة عنده 13 لاعب جاهز. تمام تمام انا عم اقول لك يعني، وانا وضحت النقطه هي، انه نادي الاتحاد والنتائج تبعه يعني للامانه كانت متوقعه، يعني لان احنا بعكس نادي الجيش اللي عم يملك لاعبين كلهم نجوم ولاعبين منتخب سوريا، ما عم تفرق معهم ان لعبوا على ارضهم او خارج ارضهم، عم يسيطروا على المباراه، عم يتحكموا بالمباراه، التبديلات عم تكون لاعب نجم ينزل لاعب نجم بداله، الكابتن طارق عم يعرف يدور المباراه بالطريقه اللي بتناسبه، يعني حتى عامل الجمهور ما عم ياثر على نادي الجيش، لأنه نادي الجيش محضر إلى شكل صحيح بيعكس نادي الاتحاد. يعني نحن ما بنقدر نقول لنادي الاتحاد الله يعطيه العافية، يعني إنه بلا أرض بلا جمهور مثل ما تفضلت حضرتك، حتى مو مجهزين لهالبطولة. نحن أنا برأيي المشاركة لازم تكون درس لنا كلياتنا، إنه نحن نتعلم إنه وقت بدك تشارك هيك بطولة لازم تكون معد صح فريق ينافس عليها. إحنا المنتخبات السورية أو الأندية السورية ما عندنا إنه دائما نشارك مجرد المشاركة، إحنا دائما بأي بطولة مشارك بيكون إنه يعني حتى نحن أبطال هي البطولة، إن كان فريق الاتحاد أو حتى الجيش، حتى نادي الوحدة وصل للمباراة النهائية. فبعتقد نعم. بيتحملوا القائمين على نادي الاتحاد نسبة كبيرة من النتائج اللي عملها نادي الاتحاد بهالبطولة. طبعا كابتن نادي الجيش يعني قدم مباراة كبيرة أمام نادي الوحدات الأردني في عمان، وكان متقدم على نادي الوحدات للدقيقة بعتقد 84 عندما أحرز الوحدات هدف التعادل. طبعا الوحدات أيضا كابتن عساف من الفرق المتمرسة على مستوى البطولة الآسيوية، وهو شارك بالدور التمهيدي تمام المؤهل لدوري أبطال آسيا، يعني نتيجة إيجابية تمام لنادي الجيش. تمام تمام استاذي، وحتى نادي الوحدات يعني مميز باللاعبين الاجانب تبعه، بيملك من اكبر الجماهير العربيه متابعه لانديتها، يعني انا بعتبر النتيجه لنادي الجيش نتيجه ممتازه، وثقتنا فيهم لاعبين نادي الجيش رح يوصلوا ان شاء الله لابعد من هالبطوله. نادي الوحدات بيملك لاعبين مثل ما قلت لك اكثر من 22 لاعب بالدوري، ممكن نحن اخر مباراه النادي الوحدات ريح بعض اللاعبين خصيصا لهالمباراه هي، يعني حتى المدرب تبعهم صرح بهالشيء هذا. بالمقابل نحن عندنا اللاعبين نفسهم اللي بدهم يلعبوا، يعني نحن ما عندنا هلا القدره استاذي انه ما وصلنا لمرحله انه اللاعب السوري هلا بيقدر يعني يتحمل ضغط ثلاث منافسات، عندك الدوري السوري وكأس سوريا وبطوله الاتحاد الاسيوي. نادي الاتحاد ما بيملك هالقدره هي من نوع من اللاعبين انه يتحملوا الضغط، لانه اللعيبه اللي عم تلعب بالدوري نفسه عم تلعب بالكاس نفسه عم تلعب بالاتحاد الاسيوي، عم يصير فيها يعني ضغط على اللاعبين وما حتقدر تكمل المنافسه، بينما الجيش عم يصير في تبادل، عند الكابتن عنده قدره انه من اللاعبين الموجودين عنده عم يقدر يبدل بين اللاعبين، لهيك عم نلاقي نادي الجيش دائما مظهره دائما، ان كان حتى بلعبته مع الجيش حتى مع النجم اللبناني عمل مباراه كثير حلوه، وربح نادي النجم بسيطر على المباراه من باب المحرابه، مع انه نادي النجم من اهم الانديه. يعني انا بقول نادي الجيش ممكن يصل لابعد، لانه بنرجع للنقطه الاساسيه انه محضر نفسيا ذهنيا اداريا، لاعبين قادرين انه ينافسوا او يصلوا وعندهم خبره انه يصلوا لابعد مدى بهالبطوله. يعني نعم كابتن، طبعا نادي الجيش بيتصدر المجموعه الاولى برصيد 8 نقاط، الوحدات بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، هلال القدس بنقطه، النجم اللبناني بنقطه، والمجموعه الثانيه طبعا حظوظ الاتحاد باتت ضعيفه جدا بخسارته الحقيقه الثانيه امام الجزيره الاردني. كنت معنا من مسقط الكابتن عساف خليفه لاعب منتخب سوريا سابقا، شكرا جزيلا لك، والشكر الاكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعه، والى اللقاء.